يعتقد أن البطيخ قد تم اكتشافه لأول مرة منذ أكثر من 4000 عام في شمال شرق إفريقيا. إنه حلو ومثير، ما يجعله علاجا مثاليا لإرواء عطشك أثناء حرارة الصيف. هذه الفاكهة المستديرة الكبيرة لها قشرة خضراء ولحم أحمر فاتح، كما أنها مليئة بالعناصر الغذائية بما في ذلك مضادات الأكسدة وفيتامينات A و C. فيما يلي أهم الفوائد الصحية للبطيخ: قد يقوم بتحسين الجهاز الهضمي، فيحتوي البطيخ على الكثير من الماء وكمية صغيرة من الألياف، كلاهما ضروري لعملية الهضم الصحية. تساعد الألياف في الحفاظ على انتظام أمعاؤك، بينما ينقل الماء الفضلات عبر الجهاز الهضمي بكفاءة أكبر. وجدت دراسة استقصائية أجريت على 4561 من البالغين أن أولئك الذين يعانون من انخفاض السوائل وانخفاض تناول الألياف كانوا أكثر عرضة للإمساك. مع ذلك ربما لعبت عوامل أخرى دورا، كما قد يحسن من صحة القلب. إن العديد من العناصر الغذائية الموجودة في البطيخ قد تدعم صحة القلب. إن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم. تجدر الإشارة إلى أن عوامل نمط الحياة مثل النظام الغذائي قد تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية عن طريق خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول. تشير الدراسات إلى أن الليكوبين قد يساعد في خفض الكوليسترول وضغط الدم، قد يساعد أيضا في منع الضرر التأكسدي الناجم عن ارتفاع مستويات الكوليسترول. يحتوي البطيخ على سيترولين وهو حمض أميني قد يزيد من مستويات أكسيد النيتريك في الجسم. يساعد أكسيد النيتريك الأوعية الدموية على التوسع، ما يخفض ضغط الدم. إنه قد يقلل من الالتهابات والأكسدة. إن الالتهاب هو المحرك الرئيسي للعديد من الأمراض المزمنة. قد يساعد مزيج مضادات الأكسدة والليكوبين وفيتامين جيم في البطيخ على تقليل الالتهابات والأضرار التأكسدية. في إحدى الدراسات تناولت الفئران مسحوق البطيخ لتكملة نظام غذائي غير صحي، طوروا إجهادا تأكسديا أقل ومستويات أقل من البروتين التفاعلي للعلامة الالتهابية مقارنة بتلك الموجودة في المجموعة الضابطة. بالإضافة إلى ذلك أعطت دراسة استمرت 8 أسابيع على 31 شخصا يعانون من السمنة وعلامات الالتهاب العالية، أعطوهم 500 ملغرام من فيتامين سي مرتين يوميا، أظهروا انخفاضا كبيرا في علامات الالتهاب مقارنة بالمجموعة الضابطة. وكمضاد للأكسدة قد يؤخر الليكوبين أيضا من ظهور مرض الزهايمر وتطوره. مع ذلك هناك حاجة إلى مزيد من البحث، كما قد يكون له آثار مضادة للسرطان. له تأثيرات محتملة مضادة للسرطان. إن العديد من المركبات النباتية الموجودة في البطيخ بما في ذلك الليكوبين والكوكور بيتاسين وفيتامين A لها تأثيرات محتملة مضادة للسرطان، في حين أن نتائج الدراسة مختلطة. قد يرتبط تناول الليكوبين بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان البروستاتا وسرطان القولون والمستقيم. يعتقد أن الليكوبين يعمل عن طريق خفض مستويات الدم من عامل النمو الشبيه بالأنسولين، وهو هرمون يعزز انقسام الخلايا. الجدير بالذكر أن السرطان يتشكل عندما يصبح الانقسام الخلوي خارج نطاق السيطرة. إن كوكوربيتاسين قد يمنع نمو الورم عن طريق تعزيز الالتهام الذاتي للخلايا السرطانية، وهي العملية التي يزيل الجسم من خلالها الخلايا التالفة. على الرغم من ذلك من الضروري إجراء مزيد من البحث البشري. إنه يخفف من وجع العضلات. إن السيترولين وهو حمض أميني موجود في البطيخ قد يحسن أداء التمارين ويقلل من وجع العضلات، كما أنه متوفر كمكمل غذائي. وجدت إحدى المراجعات أن تناول سيترولين بانتظام لمدة 7 أيام على الأقل يحسن الأداء الهوائي عن طريق زيادة إنتاج الجسم لأكسيد النيتريك. يساعد هذا المركب في توسيع الأوعية الدموية بحيث لا يحتاج قلبك إلى العمل بجد لضخ الدم عبر جسمك. علاوة على ذلك تشير بعض الأدلة إلى أن البطيخ نفسه قد يساعد جسمك بعد التمرين وليس فقط السيترولين. أعطت إحدى الدراسات القديمة للرياضيين عصير بطيخ عادي أو عصير بطيخ ممزوج بالسيترولين أو مشروبا تحكميا. أدى كل من مشروبي البطيخ إلى تقليل ألم العضلات وتعافي أسرع لمعدل ضربات القلب مقارنة بمشروب التحكم، لكن لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث. كم يحسن من صحة الجلد؟ إن الفيتامينات مثل فيتامين A و C
الموجودة في البطيخ مهمة جدا لصحة الجلد. إن فيتامين سي سواء عند تناوله أو وضعه موضعيا يساعد جسمك على إنتاج الكولاجين، وهو بروتين يحافظ على نضارة البشرة وقوة الشعر. وجدت إحدى المراجعات أن تناول كميات أكبر من فيتامين سي من الطعام أو المكملات الغذائية قد يقلل من فرص ظهور التجاعيد والجلد الجاف. إن فيتامين A مهم أيضا للبشرة الصحية لأنه يساعد في تكوين خلايا الجلد وإصلاحها. في إحدى المراجعات كانت الحيوانات التي تعاني من نقص فيتامين ألف تعاني من ضعف في التئام الجروح من تلك التي تتغذى على نظام غذائي كامل من الناحية التغذوية. ضعف اعتبارك أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات البشرية على البطيخ على وجه التحديد، وقد يساعد في منع التنكس البقعي. قد يكون مركب الليكوبين الموجود في البطيخ فوائد لعينيك. يعد الدموع البقعي المرتبط بالعمر هي مشكلة شائعة في العين، يمكن أن تسبب العمى عند كبار السن. على الرغم من أن البحث محدود، قد يساعد دور الليكوبين كمركب مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات في منع التنكس البقعي. وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على أنبوب الاختبار والتي عالجت خلايا العين بالليكوبين أنها قللت من قدرة الوسمات الالتهابية على إتلاف الخلايا. ضع في اعتبارك أن البحث البشري ضروري. إن البطيخ يساعد على رطوبة الجسم حتى يعمل بشكل صحيح. إن تنظيم حرارة الجسم ووظيفة الأعضاء الطبيعية وإيصال المغذيات إلى الخلايا واليقظة ليست سوى بعض العمليات الجسدية التي تعتمد على الترطيب الكافي. قد يساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء في تزويد جسمك بالماء الذي يحتاجه ليعمل بشكل صحيح. يحتوي البطيخ على 92% من الماء، ما يجعله خيارا رائعا لتناول الماء يوميا. علاوة على ذلك، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، فإن هذا البطيخ يحتوي على كثافة منخفضة من السعرات الحرارية، بمعنى آخر عدد قليل جدا من السعرات الحرارية لوزنه الإجمالي. قد يساعد تناول الأطعمة ذات الكثافة المنخفضة من السعرات الحرارية مثل البطيخ في إدارة الوزن عن طريق الحفاظ على شعورك بالشبع لفترة طويلة. ويعد البطيخ معبأ بالعناصر الغذائية والمركبات النباتية المفيدة، فيحتوي البطيخ على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية بما في ذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات مثل فيتامين A وفيتامين C، كما أنه منخفض نسبيا في السعرات الحرارية حيث يحتوي فقط على 46 لكل كوب 152 جرام، فيما يلي العناصر الغذائية الموجودة في كوب واحد يزن 152 جرام من البطيخ الني المقطع 46 سعرا حراريا، 11.5 جرام من الكربوهيدرات، 0.6 جرام من الألياف، 9.4 جرام من السكر، 0.9 جرام من البروتين، 0.2 جرام من الدهون، 5% من القيمة اليومية من فيتامين ألف، 14% من القيمة اليومية من فيتامين سي، 4% من القيمة اليومية من البوتاسيوم، 4% من القيمة اليومية من المغنيسيوم. ويعد البطيخ مصدر غني بالسيترولين وهو حمض أميني قد يحسن من أداء التمرين، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مضادات الأكسدة بما في ذلك فيتامين جيم والكاروتينات واللايكوبين والكوكور كوربيتاسين إي. تساعد هذه المركبات جميعها في مكافحة الجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة قد تتلف خلاياك إذا تراكمت في جسمك بمرور الوقت. قد يؤدي هذا الضرر إلى حالات مثل مرض السكر وأمراض القلب والسرطان.